الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين على قناتكم فسحة، مرحبا بالجميع. واليوم سنتكلم سنعود بكم شيئا ما إلى الوراء في التاريخ، ودائما كنحاول كل مرة نعطيكم نبذة، لأن الكلام كثير والأساطير والقصص التي تحيط بالأسرة الملكية وقصص الخيانة التي لا يعلمها المغاربة هي كثيرة جدا. فما كنبغيش نطول في الفيديوهات كما أنتم عارفين، كل مرة أعطيكم نبذة كتكون خفيفة على القلب وكتكون معلومة إضافية باش كيستافد بنادم، فعوض ما دير فيديو اللي هو طويل وفيه بزاف ديال المعلومات، فالإنسان ما غاديش يعقل على كل المعلومات. اللهم كل مرة نعطيو نبذة. واليوم سنتكلم عن رسالة السلطان حفيد التي يشكو حاله فيها فقط للرئيس الأمريكي، ومن خلال هذه الرسالة ستكتشفون العقلية التي يتمتع بها السلاطين العلويين، يعني والذين كان يعتبرهم المغاربة حماة الوطن، وكاين اللي شافهم حتى في القمر بكثرة الهوس يعني وتخدير العقول. ولكن في حقيقة الأمر خطوط هذه الرسالة ستكشف أن هؤلاء لا هم لهم لا في الوطن ولا في التراب ولا في المواطنين، فقط هو جمع الثروة ما أمكن من الثروة. يعني ومنين كتحمر العين فكل شيء كيولي كيفكر غير في راسه. نشوفوا ما جاء في هذا المقال الذي يتكلم عن بعض ما جاء في الرسالة، يعني ماشي الرسالة كاملة، يعني شيء منها. كما تلاحظون بعض مما جاء في رسالة تظلم من سلطان المغرب عبد الحفيظ العلوي الذي سلم المغرب للفرنسيين. سبقنا تكلمنا على هذا الموضوع، دونك ما غاديش نرجعوا له، اللي بغى يرجع له يرجع الفيديو، راه كاين في القناة ديال السلطان عبد الحفيظ الذي باع المغرب، أو خيانة الملوك بعنوان خيانة الملوك، إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، حيث يشكو فيها حال أسرته فقط دون رعاياه. يعني تشكيش نطراله هو من ظلم الذي ظلمته الدولة الفرنسية، فما كاينش ذكر للمواطنين ولا للشعب ولا لشي حاجة أخرى، دون رعاياه والثروات التي نزعت منه. يعني حتى تنزعت منه الثروات دياله، حتى الدولة كي كنقولوا الأملاك ديالو اللي غيكون هو اداها ظلما وبهتانا من المواطنين، عاد بدا كيشكي كيشوف شي حد اللي ينقده من خارج البلاد، في حين في الأول هو سلم المغرب عن طواعية وقسمه ما بين إسبانيا وفرنسا بعد استعمارهم لجزء كبير من أراضي يالته. نموذج لفهم طبيعة سلاطين العلويين الذين يقدمهم التاريخ الرسمي على أنهم حماة ومحررون للمغرب وحماته وموحدوه، خاصة في عصرنا الذي يشهد فيه اقتصاد البلد تدهورا وفسادا، بينما تحقق شركات الهولدينج الملكي من أحفاد عبد الحفيظ أرباحا فاقت العام الماضي 4.5 مليار درهم. بالفعل يعني هذا التطور وهذا الانتعاش التي يشهدها وتشهدها الشركات ديال الهولدينج الملكي التي تتطور عاما بعد عام، هذا لا ينعكس على واقع الاقتصاد المغربي. يعني هناك خلل ما كتشوف، يعني هذا الهولدينج الذي أحكم قبضته على الاقتصاد المغربي كتشوفه يتطور وكيتزيد الاغتناء ديالو، في حين أن الوضعية الاقتصادية للمواطن وللوطن في تدهور. يعني لو كان هذه الشركات فعلا شركات وطنية، هذاك التطور وهذيك الطفرة التي تظهر عليها فغتظهر على الآثار ديالها على الوطن وعلى المواطنين، فبالعكس هو كتشوفه كيتغنى هو والعائلة ديالو، في حين المواطنين يرجعون إلى الوراء والحالة تتدهور. نشوف نص الرسالة: الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سعادة المحترم الألمعي اللوذعي، شوفوا المصطلحات، سعادة المحترم الألمعي اللوذعي رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة مستر ويلسون، نعلم جنابكم بأنه حكمت الأقدار الإلهية باستيلاء الحكومة الجمهورية الفرنسية على بلادنا المغربية. اسمع لك يقول لك ما تنازلش على
على الملك ديالو لحقاش. فاش درت الحلقه ديال التنازل ديالو والتسليم ديالو للمغرب ما بين فرنسا واسبانيا، كاين بزاف تعليق يقول لك لا كتكذبوا انتم اللي كتجيبوا هادشي من راسكم، في حين ان هادشي مذكور تاريخيا ومؤرخ، وها هي الرساله ديالو حتى هو: تنازلنا، اسمع مزيان، تنازلنا عن ملك اجدادنا بعد ان حفظنا حقوقنا كلها في املاكنا الخاصه. يعني فقط كانت المفاوضات ما بينه وبين فرنسا واسبانيا هو الحفاظ على الملك ديالو الخاص به وبالعائله ديالو وبنا وراتبنا الشهري الذي عين لنا بصفتنا، يعني عينوا له واحد الراتب الشهري ووعدوه ان الاملاك ديالو غيحافظوا له عليها، وعطاهم ما تبقى من الوطن ومن ثروات الوطن والمواطنين، عطاهم كل شيء، يعني هاكم انا خليو لي غير القصر ديالي ولا الاملاك ديالي، وعطوني الشهريه ديالي على اساس انني رئيس العائله الملوكيه المغربيه وقت التنازل المذكور. واخترنا السكنه، اختار سكنه بثغر طنجه، حيث شاع حينئذ انها ستكون دوليه، يعني في الاتفاقية كانت أنها تكون منطقة دولية، ولم تمضي عن تاريخ تنازلنا برهة يسيرة حتى خاطبونا بكل قوة وتهديد، يعني حتى تنازل هو واتفق معهم وكل شيء، من بعد شافوا راسهم أنهم تمكنوا ومن حقهم ديك الساعة لحقاش كل شيء ولا بيديهم، ولاو تيهددوا فيه عن التنازل لهم عن أملاكنا الخصوصية. ديك الساعة هو عاد فاق، يعني فاكو كان عنده واحد الرغبة في الدفاع عن الوطن والمواطنين، فاش يشوف هما جاو كيتفاوضوا معاه وهما كينهضروا بواحد النبرة ديال التهديد ولا هذا، ديك الساعة يشوف كي كنقولوا مساعدات خارجية سواء من الدول الجارة ولا من أمريكان إلا كانت عنده معاها واحد العلاقات اللي هي خاصة، فهو انتظر حتى وصلوا له الأملاك ديالو، هو الهم ديالو هو الحفاظ على الأملاك، وراه كلهم بنفس هاد العقلية، يعني نهار غتحمر العين عاد ديك الساعة كل واحد غيهز باليزتو ويخليو المغاربة منهم لمصيرهم. والتي تملكناها بستر الوجوه تملكناها بسائر الوجوه الشرعية، والتي جلها شنو كاتب كنا نملكه قبل استوائنا على عرش أسلافنا، فأجبناهم بأن التنازل عن تلك الأملاك أمر منافي لسائر العدالات السماوية. وبدأ تفكر سيدي ربي، أمر منافي لسائر العدالات السماوية والأرضية، ومع ذلك كله لم يعير احتجاجنا أدنى التفاف. بالفعل أنت تذل نفسك وتذل شعبك، كي بغيتي هما يحترموك. وتمادوا في ضغطهم وتهديدهم حتى أخذوا كل ما أرادوا على سبيل الجبر والإكراه، اغتصبوا أموالنا وقطعوا خافه الراتب اللي قطعوا له وقطعوا راتبنا، وأنت تسلمهم رقبة المواطنين، فبطبيعة الحال غادي يتمكنوا منك ويتمكنون من رقبتك أيضا، فهذا مصير كل خائن. وعمدوا إلى قصرنا ودخلوه عنوة واغتصبوا سائر كتبنا على اختلاف أنواعها وحتى الموبيليي وسائر أثاث قصورنا، ولم يقتصروا على ذلك بل مدوا أيديهم لحريمنا وصبياتنا. يعني في القصر كان عندهم حريم وصبيات وداك الشيء النيت ديال وأخرجوهم من قصورهم وتوجهوا بهم لثغر الرباط على حالة تفتت الأكباد، إذ ما أظنك أيها الرئيس المحترم بعائلة لا تعرف إلا العز ورفعة الشأن، لم تفتح عينها إلا في الرفاهية والاطمئنان، وأهينت بعد العز وعوضت عن قصورها وبساتينها بالكهوف والجحور. وقد كتبنا لسعادتك هذا لما نعلمه ونتحققه من شخصيتك المستقيمة الممتلئة، غير شو شحال ديال التبحليس، شخصيتك المستقيمة الممتلئة غيرة وحمية والمتشبعة مروءة وإنسانية، وفي دولتكم الحرة الأبية الدابة على حقوق الإنسانية التي لا غرض لها إلا في إنقاذ الضعفاء، أصبحوا من الضعفاء، يعني المواطنين فاش كانوا يستضعفون يعني وتغتصبوا نساؤهم وأراضيهم، يعني من طرف الملوك، ولم يعني كان الاغتصاب والاستيلاء على الحقوق من طرف الملوك ولا من طرف المخزن، فاش مشى المخزن ولا المستعمر، وهما الذين سلموا رقاب المواطنين للمستعمر
والضرب على أيدي الجائرين من الأقوياء، ملتمسين من سعادتكم أن تفعلوا في حقنا جميع ما ترونه مناسبا ومتعينا، حتى تحل العدالة في قضيتنا محل التعدي والإنسانية محل القساوة، بحيث نتوصل بجميع حقوقنا المهضومة بحسن مساعدتكم وجميل إعانتكم. تحرير بمدريد في 30 يونيو سنة 2020، توقيع ديال السلطان عبد الحفيظ العلوي. فهذا عبد الحفيظ العلوي لو كان همه الوطن يعني، فهو كان يتوفر على جيش نظامي كان بإمكانه أن يقاوم به المستعمر. فعبد الكريم الخطابي كما يعلم الجميع هو لم يكن يتوفر حتى على جيش نظامي، يعني المغاربة قدر باش يجمعهم، لحقاش كان الهم ديالو هو الوطن، قدر باش يجمعهم ويخرج المستعمر من المنطقة الشمالية بأكملها. أما فما بالك بسلطان عنده جيش نظامي وجميع المدن المغربية والمناطق والأقاليم خاضعة ليه، كيفاش ما غاديش يقدر يقاوم المستعمر؟ علاش؟ لأنه لم يكن همه هو الحفاظ على الدولة، كانت عنده ملاهي أخرى، القصور والخمور وجمع الثروات والنساء وهذا الشيء اللي كان الهم ديالو. فلذلك نهار شاف دخل عليه المستعمر تفاوض معهم وباع الوطن وحافظ على الأملاك دياله، وهذه حقيقة جزء من الحقيقة المخفية على المغاربة اللي ما كيطلعوش عليها، واللي بغى يطلع عليها كيقاتل قاتل يبحث وتي كي كنقولوا تينقب على هذه الأخبار هذه بحال باش كيلقاها. فاحنا غنبقاو تنقبوا على هذه الأخبار وكنحطوها في اليوتيوب باش تكون أمام العامة، حتى لما بحثتيش عليها غادي تخرج لك وتطلع عليها، ولك أن تقبلها أو أن لا تقبلها. هذه حقيقة يعني مفروغ منها، والقاصي والداني يعلمها. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حقيقة أخرى إن شاء الله.